السلام عليكم. اليوم راح نلعب نيلسون مونديلا اللي نقف على مدى جاهزية أرضية الميدان للمقابلات الرسمية التي سوف يقوم بها الفريق الوطني، لأنه فيه ثلاث مقابلات ابتداء من الأسبوع المقبل في هذا الميدان، واللي نلاحظ أن الأرضية راهي في أحسن ما يرام. إن شاء الله الصيانة تبقى مستمرة. خليكم تابعوا هذه الصور الرائعة لهذا الملعب العالمي، والسلام عليكم.